بسم الله الرحمن الرحيم. كتابي أكتبه في 5 مواد سمارت. هي طاقة المواد ساينس، طاقة الحساب ماث، صناعة الفن آرت، صناعة التدوير ريسايكل، صناعة التقنية تكنولوجي، ساينس ماث آرت ريسايكل تكنولوجي. ساينس وماث طاقة، آرت ريسايكل تكنولوجي صناعة. لا أجد أحد ممن يعرفونني يصدقني في شعوري. لم أقله لأحد لعلمي عدم التصديق، لكن كتابي هذا ليس من أجل تحليل نفسي، ولكن كتابي كتبته تبسيط العلوم التي ذكرت في الأعلى. أعرف وهنا زي اقرأ اكتب عنوان، أعرف تحت العنوان كتابي دارس كتابي، عنوان آخر مدرس كتابي. 3 أشياء: نعرف الكتاب، دارس الكتاب، مدرس الكتاب. أعرف كتابي حدود لا يتم تبسيط حتى يتم تصحيح التعريف. تصحيح التعريف: مواد الدراسة الجامعية منظور جديد. هناك 3 سنوات امتحانات حضورية و6 ترام، السنة 2 ترم، كل يوم 2، كل ترم فيه 2 عدد 2 اختبار حضوري. كتابي باللغة العربية ويترجم بصوتي للتبسيط. منهج جميع التخصصات مواد سمارت، تشمل التعليم 2020 لـ2030 في 3 شهادات أو مراحل الشهادات. التعليم العام، مواد التعليم العام سمارت أيضا 3 سنوات، كأنه تعليم موازي وليس بديل. فـ12 سنة من جريد 1 لجريد 12، سنة أولى ابتدائي إلى الثانوي، فهناك 6 سنوات تعليم ابتدائي، 3 سنوات تعليم إعدادي، 3 سنوات تعليم ثانوي، إضافة إلى اختبارات سمارت، سنة للابتدائي، سنة للإعدادي، سنة للثانوي، أي دراسة سنة واختبار كل سنة 2 اختبارين. كتابي يدعو دراسة عن بعد، طبعا كتابي يدعو إلى تعلم 3 أعمدة معا، تتلخص في قصة سمارت، شعر سمارت شين، فكر سمارت. يصبح تعليم كتابي عن بعد اختبارات 2 كل ترم حضورية، يعني 12 اختبار للـ3 سنوات. سن دخول الابتدائي من 11 سنة حتى 21 سنة. إذن قصة وشعر وفكر قشف، سنة أولى تعليم ابتدائي دارس، قشف سنة أولى تعليم إعدادي أو سنة واحدة مساعد مدرس، يعني يتخرج مساعد مدرس مرحلة أعلى،
وقش سنة واحدة تعليم ثانوي مساعد مدرس اثنين. نطمح أن يصل بالناس مرحلة أن يعني يكون التعليم فقط 6 سنوات بدل 12 سنة، 3 سنوات سمارت وثلاث سنوات المناهج في كل بلد. لا تمل وأنت تقرأ كتابي، أعدك أن يكون فيه إفضاح الضالين بما في ذلك نفسي ونفسك، به تبسيط لا يخرج عن الخط المستقيم. لا أعتقد بعالم أن يتوه، وأن هناك عالم يتوه وليس للدين شأن في علم. لا تستعجل علي، يلزم، نقصد علم التعليم العام، يلزم أن نتعلم في مدارسنا جامعاتنا. سمر 3 سنوات من عالم مسلم أو مسيحي أو حتى ممن لا دين له، طبعا لا أقصد علم له علاقة بالدين، فهذا العالم سواء مسلم لا يعلم علم له علاقة بالدين. نتكلم عن الدارس لأن دينك لن تعلمه مهما درسته. نلاحظ نتكلم عن الدين سواء كان إسلام أو مسيحية، لأنه في كل المدارس في ممكن الأديان إلا في مكة المكرمة. الدارس يعرف نفسه، بمعنى دينك لن تعلمه مهما درسته. الدارس يعرف نفسه، بمعنى أعرف نفسك تعرف دينك. حاول أن لا تجادل، فاقد الشيء لا يعطيه، قد تغضب لا يهم، إذا كنت لا تعرف إلا ذلك قل لنفسك فطنين أجنحة الذباب لا يضير، أو ولكن عالم درس ودرس من كتبه هو عالم. من يريد أن يتعلم بدون جامعة لا علم يشمله، وأيضا لا يلزم من يكتب كتب يدرسها، أي العالم يدرس كتبه، إذا شهد له الناس، إلا إذا شهد له الناس. يعني لا يلزم إنه مثلا واحد عنده كتب إنه يدرسها، إلا إذا شهد الناس لهذه الكتب ولهذا العالم، إنها تؤخذ وتدرس مثل كتب العقاد، كتب يعني هذا كسبيل المثال، أو كتب مثلا الشعراء أحمد شوقي أنيس منصور، طبعا في مادة الفنون. كلامي سلفا ليس لك أو عليك، هو حديث نفسك لنفسك. كل المواد تشمل الفنون في الشعر، وذلك لغرض الحفظ مثل ألفية ابن مالك وحاجة زي كده، لكن هذا شعر يؤلف من الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. عمود الشعر: ألا ليت شعري، هل عرفت قدري، هل عرفت قدري، هل سامحت نفسي، هل أرضيت نفسي، قل هل يستوي الذين يعلمون، قلت قرأها ديجيتال لا يعلمون، مصدر بعوثها عنه غافلون، أصدر مزورها منه واردون. الناس أصبح لم يقدروني، وفاقد الشيء لا يعطيه. أحترم نفسي لا تحترموني. أنا سامحت نفسي، أنا صالحت فما علي، أنا سامحت نفسي، أنا صالحت فما علي، أنا أرضيت نفسي، أنا أسعدتها فما علي. سامحت وعرفت صالح
نفسي ثم نفسي فما علي. كنت بدائرتي أم بعيد؟ لا أنت ولا ملك تليد. لا يخيفني شر منك إلا، لا يخيفني شر منك إلي، لا يحزنني بعدك عني. كف عن التمني ولا تحيد، عز نفسك كما عز الوليد. نفسك أقرب من حبل الوريد، كفكف دموعك فأنت حديد. عرفت في كتاب ربي الشرورة، عرفت منها واحدا من نفسي. لن تنال مني أربعة من خلقي، أحبوني كرهوني ورب الفلق، أحبوني كرهوني ورب الفلق. نفثوا أم حسدوا فهم خلق، أنا من الناس خيري أنسى، لا يخترقه جني ولا إنسي. أحد صمد رب الناس، لا من جنة ولا ناس. أعرف نفسي لا بأس، أصالح أسامح نفسي، أعرف بعدها الناس. وشكرا. قصة يليها عمود شعر. بدأت القصة من الأجداد أو الجدات إلى الآباء، ومنهم إلى الذرية. طرائف، تناقضات. منذ العام الأول ولد فيه نبي الرحمة الصلاة والسلام عليك أيها النبي، قالوا عنه أنه أذكى رجل في تاريخ البشرية، فقال جاهل: لا أقبل. لما لم يقول النبي أو حتى الرسول؟ قيل له: ألا تحب أن يكون أذكى رجل؟ ماذا دهاك؟ أتحسده أم تحبه؟ أتحسده أم تحبه؟ من أنت؟ لا تجيب. أذكى رجل ولد قبل النبوة 40 سنة، قبل الهجرة 63 سنة. قصة أصحاب الفيل عجيب. أتيتنا بكتاب مجيد فيه صور قصار عدده 10، يحفظها غير الحافظ في 2 أو 3، بين الفيل والكوثر عدة أشهر، ولكن في الزمن سرعة فلكية تقاس سرعة الضوء بلا عناء، بين مكاني وزماني النزول عجب، بين الفيل والنصر 63 سنة من الميلاد للوفاة، والله عجب. علماء مثل العالم أينشتاين، الزمان معروف والمسافة عرفت، أين بلغ الفتح؟ أين بلغ الفتح؟ افطن لذلك. وأيضا منها 3 صور في صفحة فيها 5 شروح لم نفهمها، آخر صورة لا تعد سطرين للناس تدلهم على خير أنفسهم، ثم التنبيه فيها على شر الناس، أو تم التنبيه فيها على شر الناس. إذا علمت الخير من نفسك
لن تؤذي نفسك، فلا يؤذيك جنة ولا ناس. دلتني صفحة أو أقل يحفظها أكثر من مليار. ومن درسنا وهم كثر علماء دين فتوى يفتو بها كيف يمنع الطلاق والسحر. أين خير الناس من التعوذ من شر نفسك؟ أين خير الناس؟ التعوذ هو معرفة ضد الشر. أرأيتم من يطلب دواء لتسكين الألم وهو لا يعرف أن ضد الألم هو الدواء، وقد ينعت ألمه بالشر، يقول للطبيب أزل عني هذا الشر. لو أنا طبيبه أسأله ما ضد الشر قبل أن أداوي، ثم أعلمه أن يقول يا طبيبي اعطني الخير يعني الدواء حتى يزول الشر وهو المغص. هذا المريض يحتاج طبيب نفسي يقول له خير، انت في خير، ويدفع فاتورة عالية على قاعدة تعرف الأمور والأشياء بالأضداد. خمسة شرور ضدها خمسة خيور، فتش عن واحد بين جنبيك إذا كنت من الجن أو الناس المخاطبين. في المخاطبين فيه كلام الله فاتحة لا يوجد مثلها، هي لك ولي، كل ما عداها الخطاب من الله فاتحة، كل ما عداها من صور الخطاب من الله رب العباد الذي أرسل أذكى رجل في البشرية. أما الفاتحة الخطاب من العباد بلسانهم، انظر تأمل فكر استدل على نفسك. قبل أن تشتكي بلدك ليس بها وظائف وتريد ماهية أو راتب من الدولة أو الشركات، تريد أن توظفك، لما؟ اسأل نفسك، اسأل جدك، هل سأل؟ هل كان مثلك؟ أين الحكمة التي قالت أن تكون أو لا تكون؟ إذا نسيتها لازم أن تصبر، تجوع ولا تلهث، تأتيك الوظيفة والماهية وأنت قد ترفض. أولا اصطلح مع نفسك، سامح نفسك، تعرف عليها. نفسك لا تريد منك إلا التفاتة إصغاء وستدهشك. اتصل بي إذا التوس عليك كلامي، إذا قرأت كتابي صرت أمامي على المسرح. فأطعني، قاطعني، كلمني، شرط ألا تشوش على غيرك. يلي هذه فقرة الشعر.